تأكيد حضرتك تود أن تبدأ بالإشارة إلى ما حدث، الحدث المؤسف اللي وقع بالأمس، والشهداء الأبرار، شهدائنا اللي سقطوا جراء هذا الحدث. يعني عايز أقول إن خالص العزاء لكل مصري وكل مصرية، وده قدر ليش مصر، وليش مصر من لما هنشوف الفترة من 48 56 67 73 بيقدم شهداء عشان مصر تعيش، وعشان أهالينا في القرى والنجوع يعيشوا. ويمكن ليش مصر في الفترة اللي في الكام سنة اللي فاتوا دولت، من تحديدا في 2013 لما وقف، كان ليش مصر كان عليها أن يحمي مصر، مش عشان خاطر أن يشيل الإخوان، الإخوان دول يتشالوا بأي حاجة، إنما كان عليا أن يحمي مصر من المؤامرة اللي كانت معمولة، الناس بتنسى بس اللي كان معمول عشان مصر تدخل الربيع العربي. يعني إيه تدخل الربيع العربي؟ يعني اقتتال أهلي بين المصريين. ده لو حصل، ومش هيحصل بإذن الله، إن البلد ديت محمية بإذن ربها يعني. إنما كان المفروض بلد 100 مليون لما يحصل فيها فتنة، فتنة مش هتبقى بقى طائفية، لا لا، تبقى طائفية وقبلية وغني وفقير وطويل وقصير وتخين ورفيع، وهتبقى شغلانة كانت كبيرة جدا يعني. وإحنا شايفين اللي حصل للعراق، شايفين اللي حصل في سوريا، شايفين اللي بيحصل في ليبيا، شايفين ده كله. ليش مصر حمى مصر من ده؟ والذين ينكرون هذا الكلام لازم يخلوا بالهم، بس يراجعوا نفسهم مرة. وبعدين اللي فاكرين اللي بيتكلم، حتى لما بيتكلم يقولوا ليش والشعب ايد واحده، ليش والشعب ايد واحده ايه؟ ليش ده ابن الشعب ده؟ يعني ايد واحده ايه؟ ده ليش ده ابن الشعب ده؟ هو ليش ده منين؟ ما هو ابن عم ابن اخوك، من كل بيت مصري، من كل بيت مصري. انما ليش لما نشوف العقيده القتاليه بتاعت الجيش المصري، وهي يمكن اللي حسمها من الاول، خير عناد الله الارض، سيدنا رسول الله لما قال الكلام ده، شوف من امتى، خير عناد الارض، لان هو العقيده القتاليه بتاعته النصر او الشهاده. مفيش جيش تاني في الدنيا بيعمل الكلام ده، مفيش حد ان يبقى عنده استعداد، لانك انت المساله بتبقى في وانا بقول لحضرتك الكلام ده انا عشته، فالمساله ما بتبقاش موت او حياه. وعايز اقول انا من الاسبوع اللي فات كان ليا صديقي ضابط مظلات محمود الشناوي، توفى الله، الله يرحمه، الله يرحمه. فانا وانا رايح في العزاء بتاعه، في الجنازه كانت في الدقهليه، فقعدت افتكر كان في مقوله في الجيش دايما ايامنا، ايام الحرب وما زالت، ان لك الموت الاول خده، والموت اللي بيجي ده اللي هو الاستشهاد. انا وانا رايح حسيت ان احنا فعلا اللي ربنا اكرمهم اللي هم استشهدوا، ما في الاخر انا عشت وده هيعيش، انما في الاخر هنموت كلنا، انما اللي نال الجائزه الكبرى اللي هي الاستشهاد، ولا بتستشهد في سبيل قضيه، بتستشهد عشان امي واختي وبنتي، انا يعني ومراتي، يعني انت بتدافع عن ده، بندافع عن شرف، بندافع عن عرض. فانت اللي في السشهد ده احيانا عند ربهم يرزقون، ده في مكانه هايله جدا. انا استنيت بقى لما مت زي كل اللي ماتوا، شفت كان الامتياز الاولاني قد ايه في الاستشهاد، عظمه الاستشهاد. لازلت اذكر المقوله للشهيد عصام الدالي، مش ليه، ابنه الشهيد عصام الدالي، ده حدوته واسطوره، من كان مجموعه 39 واستشهد. فكنت بكلم عصام ابنه، كبير هو ده يعني، يعني مهندس اعتقد، او فبيقول لي كنت عايز، وانا بس جت الظروف سافر او حاجه دي، فعايز كان عايز يوجه النداء لاسره كل شهيد، يقول لهم ما تقلقوش وما تخافوش، لان هو لما استشهد عصام الدالي كان هو طفل صغير عنده سنه او حاجه زي كده. فبيقول ما يقلقوش ليه؟ لان ربك سبحانه وتعالى يعني بيقطع وبيوصل. فبيقول لي انا لو تعرف الحاجات اللي حصلت لينا في حياتنا والبتاع ده، انا فخور جدا ان ابويا، انا مش فاكره، مش فاكر شكله ولا فاكر استشهد وانا مش فاكر. عصام الدالي مع ابراهيم الرفاعي، شهداء دولت، مع كل شهدائنا في كل وقت، من في كل الحروب اللي خضناها لغايه النهارده، شهدائنا اللي اول امبارح دول، كل دولت يعني لما تيجي تشوف ده، هو ده عظمه المصريين، هم هو ده الفخر المصري، انك انت عندك ناس ساعه ما دخلوا الكليه الحربيه، هو وقع عقد مش مكتوب، انما انا على استعداد اني اقدم روحي لبلدي في اي وقت، من غير ليه، لان انا هو كده، وعشان كده خير عناد الارض وفي رباط الى يوم الدين، ما حدش يقلق على مصر طول ده، ما الجيش ده موجود.
وكأن حضرتك قلت أنه من لم يستشهد أو ينال شرف الشهادة في معركة من المعارك أو الحروب اللي خاضتها مصر حسد، الحسد بمعنى الطيب اللي هي الغبطة، تمني أن يكون لدي من النعمة ما لدى الآخرين، زميله اللي استشهد وفقد حياته في هذه كان يتمنى أن يكون في هذا المكان. طبعا أنت يعني في الآخر يعني يمكن أنا لا أشبه نفسي بخالد بن الوليد ولا أشبه أحد، إنما أنا بحكي إنما هو لما قال شوف دخل حروب قد إيه، بيقول ما فيش في اسمي مكان إلا طعنة السيف أو بتاع الرمح، وهو الآن أنا بموت موتة البعير. يعني بتحس بساعتها إن فعلا إن يعني إن ربنا ما كرمكش الكرم اللي كان مفروض إن أنا أخذ الشهادة. شيء رأي من دول أحياء عند ربه وأهالي ولادهم بقى، ما هو الشهيد النهاردة الضباط الشباب دولت، أنت بتتكلم في 35 سنة و40 سنة أقصاها، وبتتكلم في سن صغير، يا إما اتجوز يا إما اتجوزي، عنده طفل يا دوبك شافه ولا يا مراته حامل لسه، يعني طفل يتيتم وزوجة ترملت وأم وأب فقدوا أعز ما يملكون، شيء صعب. إنما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى برضو بي يعني على قد الامتحان الصعب للأسرة دي، إنما ربنا سبحانه وربنا يصبرهم. يعني أنا وإحنا بندعو ربنا يصبر أسر شهدائنا اللي امبارح والأول امبارح وفي أي وقت ربنا يصبرهم. إنما ما نخافش على مصر وما تخافوش على مصر طول ما جيش مصر موجود، طول ما جيش بلادي ده موجود، ولهم إن شاء الله الجنة ونعيمها ومنزلة الشهداء في الجنة بإذن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. أستاذ إبراهيم لازم أوضح بعض الأمور حضرتك توضحها لبعض السادة المشاهدين، لأن هننتقل لقضايا بعدها رياضية وكروية كثيرة، لكن الأحداث اللي بيمر بها الوطن تفرض نفسها وتكون في المقدمة مقارنة بأي حدث آخر. عايز حضرتك توضح الفكرة لبعض اللي بيسمعونا وبيتابعوا حضرتك دلوقتي، الناس اللي كان عندها إشكالية إنه إزاي بعد ما الدولة أنفقت كل هذا الإنفاق وقامت بكل هذا الحجم من الحركة والعمليات اللي نفذتها قوات الجيش والشرطة المصرية، ولسه بنعاني من ويلات الإرهاب ولسه في إرهاب، وكأنهم يرون أن الإرهاب ممكن مسحه في لحظة وأنه ينتهي من وطن هو الإرهاب بالكامل. الإرهاب ينتج في لحظة لما يكون داخلي زي اللي كان عندنا في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات في الصعيد، اللي كانت المجموعات اللي طلعوا كانوا يعني، إنما الإرهاب اللي هو صناعة أمريكية وصناعة أوروبية، هو مين اللي عمل دول كلهم؟ إحنا هنهزر، أبو بكر بغدادي ده مش كان مسجون في أمريكا لما خدوه؟ مين اللي عمل دول كلهم؟ من السبعينيات لما خدوا كل الجماعات، لما أمروا كل البلاد العربية ومنهم مصر إنهم طلعوا شبابهم المسلم عشان يحارب حرب الإرهاب في أفغانستان، مش هم مش 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 أمريكا اللي قالت ده، وخدوا دول وعملوا منهم دول. أبو بكر بغدادي لما خدوه إحنا فاكرينه سجنينه بقى، والجماعات الإرهابية بيقول أتاريهم كانوا بيلقنوهم ويطلعوهم، فطلع لنا داعش وطلعنا بيت المقدس مكان بقى القاعدة والحاجات القديمة. مين العمل الظواهري ومين العمل دول؟ والجماعات اللي كانت صنيعة الدول ثم خرجت عن سيطرة هذه الأنظمة، غير حقيقي غير حقيقي يا محمد. دول بيتحركوا، لو هو خرج عن سيطرة مين اللي حديله فلوس ومين اللي حيسلحه؟ ما يعني خلينا العربيات التويوتا المجهزة اللي هي اللي احنا ضربناها ومسكناها اللي كانت بتحاول تدخل من حدودنا الغربية واللي موجودة في سيناء واللي كانت بتخش من الأنفاق في سيناء، ولما نبنى ارقام الشاشيات بتاعت العربيات وشفناها، طلع المستورد قطر الوكلاء اللي بيستوردوا العربيه المجهزه، العربيه دي مجهزه عربيه حربيه يعني مجهزه بكل كلام. الارهاب لو ما كانش في حد هيصرف عليه ده، اولا دول بيرهبوا معاهم ستاتهم ومعاهم عيالهم، ده حدوته غريبه جدا اللي بيعملوها هم، ان ارهاب يعني مع سبق الإصرار والترصد. فما حدش يقول إنه لما خرجوا عن طحة ما حدش خرج عن طحة، هم محتسين دلوقتي الإرهابيات بقى، زوجات الإرهابيين دولت اللي هم إنجليزيات وألمانيات وعايزين يرجعوا أولادهم، هم محتسين دلوقتي. وبعدين اللي كان بيقول لك أصل الإرهاب عشان خاطر الأنظمة الاستبدادية والفاسدة والمش عارف الإيه، طب ال 8000 بتوع ألمانيا اللي جم في داعش دولت، الشباب دول عندهم هناك برضو فساد وعندهم ديكتاتورية ودولت؟ لا، ده صناعة، هم عشان خاطر ما يحاربش بعسكره، هو عشان ما يحاربش وده فطلع الحاجات دي، وعشان يضرب الإسلام طلع بده كله، هو كلها حدوتة منظمة. في كل الأحوال كل اللي عملوه ما قدروش على مصر، الدولة الوحيدة التي حاربت الإرهاب بجد وبشرف وبأمانة هي مصر. عشان كده أنا بقول دايما ما تقلقوش على مصر طول ما الجيش ده موجود، ولازم نقول لجيشنا إذا كنا بنقول بقاء لله في الشهيد، إنما بنقول له تسلم تسلم جيش مصر.